عكاشة، أنت هنا؟ الحمد لله، علشان تريحني من عذاب الضمير. خير يا أم فوزية؟ أما يا حبيبي، أنت قربت المسافات. من 25 سنة رحت الصعيد، كنت أيامها بنت صغيرة وحلوة ووزوزة، والشبان بيجروا ورايا وكل واحد عايز يتجوزني، وفي ليلة كلها برد ورعد ومطر جه أبوك وطلبني للجواز. قلت له سيبنا فكر، وما نزلناش من هناك إلا متجوزين، ومن يومها وأنا اتحرمت من حنانك وعطفك وكلمة يا ماما. وبعدين رحنا قعدنا 3 أيام في القصب. 3 أيام في القصب يا ماما؟ أيوة، قصب ريزورت، ده أكبر أوتيل كان هناك. ومن ساعتها يا حبيبي وأنا كنت ناسيك خالص، لكن افتكرتك دلوقتي لما شفتك. إيه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده يا ماما؟ قصب إيه ورزولت إيه؟ يا بنت ده أخوك يا بنت. معقول ده يبقى أخويا يا ماما؟ ده أخوك يا حبيب، أخوك اللي اتحرمت منه، اتحرمت منه 30 سنة علشان تقعدي في حضني وأربيكي. يا حبيبي يا ابني، اتحرمت منك 30 سنة، تعال في حضن ماما. ماما، ماما، تعال يا ابني، تعال في حضني، تعال. استني، أنا حاسس إني كدابة. أما ابني الكلب صحيح، أنا كدابة؟ إيه قلة الأدب بتاعتك دي؟ إزاي تقول لي كدابة يا ولد؟ امشي امشي، إن على أبو شكلك